السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربوية مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في إطار الترجمة ديال المصطلحات العلمية اللي خاصة بكتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي الخامس ابتدائي. وكما قلت لكم بأنه ضروري هذا التناوب اللغوي كاين في المواد العلمية ابتداء من هذه السنة، لذلك التلميذ والتلميذة من واجب عليهم أنهم يكونوا عارفين المصطلحات العلمية وأبرز الكلمات العلمية باللغة الفرنسية واللغة العربية. بعد ما درنا الحصة الأولى، اليوم عندنا الحصة الثانية، أعضاء تناسلية لحيوان بيوض، سيانس دو، les organes sexuels d'ovipare، les organes sexuels d'ovipare. ده الوحدة الرابعة، توالد الحيوانات، la reproduction des animaux، reproduction هي توالد les animaux من الحيوانات. الحصة الثانية، سيانس دو، أعضاء تناسلية. شنو هما أعضاء تناسلية باللغة الفرنسية؟ هما لي زورغان سيكسويل، لي زورغان سيكسويل لحيوان بيوض. الحيوانات البيوضة شنو كتسمى بالفرنسية؟ تسمى لي زوفيبار، داكوغ، دوفيبار لحيوان بيوض، اوفيبار، اوفيبار حيوان بيوض، فيفيبار هما الحيوانات الولودة، صافي. إذا الحيوانات البيوضة هي اللي كتبيض، صافي، ما كتولدش، كتبيض. ندوزو لأبرز المصطلحات اللي كاينين في هاد الدرس هذا، اهم المصطلحات العلميه المتعلقه بالدرس. اذا هنايا بينت لكم الاعضاء التناسليه اللي ذكر الحيوانات البيوضه. اذا هذا المقطع هذا اللي كتشوفوه هو او هي صوره لاعضاء تناسليه لذكر الحيوانات البيوضه. اذا هنايا الذكر، كنتكلموا على الذكر، لاحظوا رمز الذكر، هذا هو رمز الذكر. اذا عندي اولا، نبداو برقم واحد، عندي خصيه، لاحظوا هنايا كتكون عندهم طبيعة الحال خصيتين، واحد اثنان. اذا خصية شنية بالفرنسية؟ تيستيكول، تيستيكول، صافي، خصية كتعني تيستيكول. رقم جوج، عندنا جوج ديال القنوات هنايا، قناة شنو تسمى ماذا؟ قناة منوية، قناة منوية، سبيرميدوكت، سبيرميدوكت. الحصة الأولى كنا تكلمنا على السائل المنوي وقلنا هو سبيرم، وكنا تكلمنا على الحيوانات المنوية وقلنا هما سبيرماتوزويد، واليوم كنتكلموا على قناة منوية. منين كيدوزو داك الحيوانات المنوية؟ من هنا كيدوزو داك الحيوانات المنوية، هاد القناة كتسمى سبيرميدوكت بالفرنسية. وهنا عندي مدرق، صافي، مدرق كيتسمى كلواك اون فرونسي، وكاين عند الذكر وكذلك كاين عند الانثى. اذا اهم الاعضاء عند ذكر الحيوانات البيوضة عندنا تيستيكول خصية، سبيرميدوكت قناة منوية، مدرق اللي هو كلوك، صافي. ندوزو الان الى الانثى، الاعضاء التناسليه لانثى الحيوانات البيضاء. اذا الانثى لاحظوا الرمز ديالها هو هذا، دائما ملي كتشوفوا هذا الرمز هذايا كيعني الانثى. اذا هنايا كما كتلاحظوا غادي نكملوا بالارقام. اذا كنا واحد اثنان ثلاثة، عندي الثلاثة المعي، اذا هذا هو المعي يعني المصران. بالنسبه الرابعا المدرق، نفس الشيء بالنسبه للذكر. دوزو الخامسا، عندي مبيض، اوفير كما كتلاحظوا عندي هنايا المبيض، صافي. سادسا عندي قناة مبيضية، قناة مبيضية هي منين كيدوزو داك البويضات، صافي، وكتسمى بالفرنسية اوفيدوكت، اوفيدوكت، ملي كتسمعو دوكت زعما قناة، صافي، قناة مبيضية اوفيدوكت. بالنسبة للقناة المنوية هي سبيرميدوكت. سابعا عندنا رحم، لوتيروس، صافي، دونك الرحم هو لوتيروس، هو هذا هو اللي كتشوفوا هنايا، هو فين كتكون البيضه، صافي، هو فين كتكون البيضه وكتخرج. اذا بالنسبه لاعضاء التناسليه انثى الحيوانات البيضه، عندنا مدرق بحال الذكر كلواك، مبيض اوفير، قناه مبيضيه اوفيدوكت، ورحم لوتيروس. دونك بهذا غادي نكون كملنا هذا الفيديو اللي كان خفيف ظريف. للمزيد من المعلومات والدروس لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.